هروح مع حضراتكم إلى الحوار الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني اللي عقد النهاردة اجتماعه الرابع لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية فيما يخص تحديدا المحور الاقتصادي، ولكن كمان تم الحديث على المحور السياسي والاجتماعي. بعد مناقشات مطولة تم التوافق على 7 قضايا تحديدا في المحور الاقتصادي، اللي هي التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام، عجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص محلي وأجنبي، الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية. شهدت أيضا الجلسة الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان واللجان المتفرعة والفعاليات المتفرعة منها، وكان نصها كالتالي اللي تم التوافق عليه، أنه يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، لجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية. اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة هو ما تم أيضا التوافق عليه بشأن اللجان النوعية والفرعية بمجلس الأمناء الحوار الوطني في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا اهلا رامي بي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، يعني يا ريت تضعنا في كواليس اجتماع اليوم وما تم الوصول اليه من نتائج بعد هذه يعني او بعد جلسات نقاش مطوله، هل كان في نقاط فيها تباين في الاراء بشكل او باخر؟ الحقيقه دايما مجلس الامناء فيه اراء مختلفه ومتعدده، والنقاشات فيه بتتسم يعني بطابع مطول شويه علشان كل الاراء بتبقى مطروحه. الجانب الاقتصادي النهارده كان هو محل اهتمام مجلس الأمناء. الجانب الاقتصادي بطبيعته يعني أبعاده كثيرة ومتداخل مع الجوانب السياسية والجوانب المجتمعية. طبعا الحقيقة كان في آراء كثيرة جدا وقضايا كثيرة جدا. انتهى الأمر لحسم 7 قضايا سيادتك ذكرتهم بالتفصيل. نعم. وتحت القضايا الفرعية دي هتأتي أيضا قضايا أكثر تفصيلا وتمس الجانب الاقتصادي بشكل كبير، هتبقى محل نقاش ومناقشة إن شاء الله. سيادة المستشار، يعني ال7 محاور اللي تم الاتفاق عليهم من هم المحاور الرئيسية ومنها ينبثق موضوعات أخرى، كان الاختيار كان مبني على إيه؟ هل على طرح مجلس الأمناء الموضوعات ولا على التدفق اللي جه للأكاديمية الوطنية من كل المقترحات اللي اتقدمت سواء من أحزاب أو شخصيات عامة أو من المواطنين من محافظات مصر المختلفة؟ الحقيقة أن كل اللي حضرتك ذكرته كانت هي المعايير. اعتمدنا بشكل أساسي ومباشر على ما ورد إلينا من رؤى ومقترحات، وهي كثيرة ومنصبة يعني بنسبة حوالي 33% من المقترحات اللي جات لنا كانت متعلقة بالجانب الاقتصادي. نعم. الحقيقة أن الأمانة الفنية عرضت على مجلس الأمناء هذه القضايا وتصنيفاتها ومين قدمها ودرجة الإلحاح والتكرار في تقديمها، وبناء عليه قام مجلس الأمناء باستعراض القضايا دي وبلورتها في القضايا الفرعية اللي حضرتك شفتها. الحقيقة القضايا الاقتصادية يعني كتيرة جدا ومتنوعة جدا، ولكن احنا دايما كان لا يغيب عن مجلس الأمناء الإطار الحاكم لدعوة الحوار الوطني، وهي دعوة السيد رئيس الجمهورية عندما ذكر ان هي دعوة كافة الأطراف السياسية الحزبية والشبابية لحوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة. نحن نقوم بالتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني. نحن لا نخترع دولة جديدة، نحن لا نقوم بدل أي مؤسسة، نحن لا نقوم بدور مؤسسات لها اختصاص دستوري محدد، إنما نحن نتشارك ونسلط الضوء على أولويات العمل الوطني بحسب ما يرد
من المواطنين والجهات التي شاركت في الحوار، وبحسب ما ستسفر عنه جلسات الحوار نفسها. نعم، المحور الاجتماعي والمحور السياسي، هل حضراتكم تناقشتم بشأنهم النهاردة ولا ده تم إرجاؤه للاجتماع القادم؟ لا يا فندم، هو عشان بس نبقى متابعين مع بعض، مجلس الأمناء عقد 4 جلسات. نعم. في الجلسة الأولى أقر لائحته الإجرائية ومدونة السلوك الحاكم للمناقشات. في جلسته الثانية حسم المحاور الفرعية للمحور السياسي. في جلسته الثالثة المجتمعي. في جلسته الرابعة والأخيرة النهاردة الاقتصادي. نعم. واضح ان احنا ماشيين بطريقة منهجية. واضح ان احنا عندنا مستهدفات بنبقى حاطينها لنفسنا، والحمد لله ربنا بيوفقنا ان احنا بننهيها وبشكل يعني في يعني نوع من انواع الكفاءة يعني. رائع. طيب الاجتماع القادم يعني علمت ان هو هيبقى يوم 27 من هذا الشهر، مش كده؟ ده حقيقي، وهيبقى برضو ده اجتماع مهم لانه هيشهد التوافق على اسماء. احنا كويس، خليني ارجع ورا شويه. احنا اتفقنا ان احنا عندنا 3 لجان فرعيه من المحور السياسي، وخمس لجان فرعيه من المحور المجتمعي، و7 لجان فرعيه من المحور الاقتصادي. بمجموع 15 لجنه فرعيه. اللائحه الاجرائيه بتقول تكون لكل لجنه فرعيه مقرر ومقرر مساعد، لان دول اللي هيديروا النقاش في الحوار اللي هيعقد بمناسبه الموضوعات الداخله في اختصاص كل لجنه. الجلسه اللي جايه ان شاء الله، وهي يعني 27 اغسطس، علشان تدي مهله لمساحه معقوله للتشاور حول الاسماء، فاحنا على الاقل عندنا اسماء المقررين والمقررين المساعدين بعدد اللجان الفرعيه اللي انا ذكرتها لحضرتك. نعم، يعني حضرتك رديت على سؤال كنت اساله وبيساله البعض، انه ليه الجلسه اللي جايه بعيده شويه يوم 27 اغسطس؟ عندنا 30 اسم، 15 مقرر و15 مقرر مساعد، بالاضافه الى اللجان النوعيه اللي هي الكبيره، السياسي والاقتصادي والمجتمعي. نعم. الحقيقه يعني الحقيقه ان احنا محتاجين وقت علشان ندي فرصه للمنسق العام ان هو يتشاور، بحيث ان الاختيارات تبقى، شوف حضرتك الاختيارات عندما كانت فيها معقولية ووقت، افرزت مجلس امناء بيحظى بقبول وتوافق من معظم المجتمع، لانه في تنوع وبيمثل الجميع. والحقيقة ده علشان المشاورات كانت جادة وكانت موضوعية ومعقولة. نأمل ان ده برضو يبقى، وده المنهج اللي ان شاء الله ربنا يوفق الاستاذ ضياء رشوان في مشاوراته، بحيث ان هو برضه يعني يقدر يعكس هذا التوافق والتنوع في اللجان النوعيه ومقرريها ومقرريها المساعدين. ان شاء الله كل التوفيق لحضراتكم. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح سياده المستشار محمود فوزي، رئيس الامانه الفنيه للحوار الوطني.